يا اهلا 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 وسهلا. ما تعرفش على الدنيا مع اللي صار اليوم، رد بالك شد بلاستك. بوسه كبيره للي يشوفوا فينا ويسمعوا فينا، الكل فرحانه 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 طبعا. والله من الفرحه كان مجلس الدنيا سخونه نجي على سقايا للراديو في مسيره بالرسمي. مبروك لتونس، لا تقولي اكتواليتي لحتى شيء اليوم. مبروك لتونس بالحق، شرف كبير للمراه التونسيه اللي ما جاتش من فراغ، نضالات وتضحيات للمراه التونسيه. ما نعتبروش تكريم، انا نعتبره مسؤوليه كبيره، تكليف تكليف ومسؤوليه كبيره قدام لي دوسيي والمشاغل والمشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه اللي تستنى فيها. ان شاء الله ربي يكون مع البلاد هذه ديما، ربي معاها واكيد باش يكون معاها. والله يرحم ولاد احمد كي قال نساء بلادي نساء ونصف، الله يرحم زيد طاهر الحداد والزعيم بورقيبه. وتعيش يا قيس سعيد، ميرسي. كودة تياتر أخرى بعد 25 جويلية.